خلونا نستمع ايضا من دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. يا دكتور يا فندم، طمنا عليك. الامور كويسه والله يا فندم، الحمد لله. واهالينا في الشرقيه الالتزام والانضباط يا فندم اخباره ايه؟ والله يا فندم انا اقدر اقول لحضرتك ان في انضباط تام داخل المدن، انما داخل القرى مش كلهم في حاله الانضباط دي، فاحنا عاملين نوع من انواع المرور المستمر عليهم عشان يعني على الاقل نعمل توعيه، وبعد كده بناخد اجراء قانوني وخلينا بعض العربيات تمر بالميكروفونات داخل القرى عشان تاكد على الكلام ده. النهارده طبعا الوضع احسن بكتير جدا من امبارح واول امبارح بالنسبه للقرى، انما المدن التزمت من اول يوم وكله بيقفل بالظبط الساعه 7. طبعا من ضمن الحاجات برضو اللي حضرتك عارف في القرى هو موضوع الاسواق. الاسواق دي طبعا لوحدها يعني عارف حضرتك فكره ان هم يقفلوا دي مش وارده عندهم قوي، فبنضطر ان احنا نتعامل بصرامه شديده جدا مع الاسواق. اذا كان سوق التلات مثلا فتبص تلاقي حضرتك عملوا يوم الاثنين قبلها بيوم، احنا ما ناخدش بالنا بيغفلوا الحكومه يعني. فطبعا في ناس متعاونين كتير جدا بيختارونا يعني، فاحنا بنتدخل يعني. وانا مع حضرتك كنت على التليفون برضو جالنا اختار ان السوق بتاع بكره الصبح هيتعمل، فعلى طول المجموعه بتاعتنا راحت قعدت هناك عشان تمنع ان هم يقوموا بكره الفجر. ده اللي واخد مننا شويه مجهود هو منع الاسواق، لان فعلا الاسواق بيبقى فيها تكدسات كبيره جدا ومقلقه فعلا. انما غير كده الامور الحمد لله في استجابات، في استقرار، في تعاون ما بين الجميع. انا شايف الناس ابتدت تاخد الامور بجديه عن طبعا يا فندم، ابتدى يبقى في جديه. احنا اخذنا الموضوع بصرامه شديده جدا، وفي حالات حولناها للنيابه لعدم الالتزام والاستخفاف بالقرارات. اخذنا قرارات احاله للنيابه فورا. انت عارف حضرتك ان في بعض الاحيان بتضطر استخدام الـ القانون بـ 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 بصرامه شديده عشان صحيح نوع حاله اللامبالاه اللي بتبقى بعض عن اللي بتبقى موجوده عند بعض الناس. في ناس وقعنا على غرامات 20,000 جنيه، فكله في طريقه ان هو انا بعتقد تباعا الامور هتبقى مستقره. وبالنسبه للملاحظه اللي حضرتك قلتها اللي هو التجمعات اللي بتحصل في البريد، التجمعات اللي بتحصل في بعض المؤسسات الحكومية، احنا فعلا طلبنا من هذه الجهات ان هي تخلي الناس ما تتجمعش في الصالة وكله يقعد بره ويدخلوهم واحد واحد او صحيح اتنين. في كذا آلية نقدر نخفف بها هذه التجمعات، في طبعا آليات كتير ممكن. بالظبط يا فندم، بشكرك جدا دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.